مساء الخير ومساء الفل على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده طبعا من هاشتاج اهلي. هاشتاج اهلي زي ما انتم عارفين بنشوف كل السوشيال ميديا وبنشوف ابرز الحاجات اللي كانت موجوده على السوشيال ميديا سواء من اخبار او من صور او من فيديوهات وبنجيبها لحضراتكم في هاشتاج اهلي. زي ما انتم عارفين دايما بيكون معانا في سؤال في حلقه هاشتاج اهلي. بس قبل ما اقول السؤال تابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا على هاشتاج اهلي بالفرانكو على فيسبوك وتويتر وانستغرام. تعالوا مع بعض نتعرف على سؤال حلقه النهارده بيقول ايه. توقع نتيجة مباراة الأهلي والفيصلي الأردني في نصف نهائي البطولة العربية. تعالوا أقول لكم النهاردة هيكون معانا إيه في هاشتاج أهلي. الأهلي الأفضل في الجولة الثالثة بالبطولة العربية. غالي وربيعة يزينان التشكيلة المثالية لمجموعات البطولة العربية. وتشيلسي بيحتفل بعيد ميلاد مدربه أنطونيو كونتي. تعالوا نشوف النهارده هيكون معانا في ايه في هاشتاج اهلي وايه اللي كان متصدر السوشيال ميديا. يمكن اكتر حاجات كانت متصدره في السوشيال ميديا هي بعد ظهور القرعه طبعا وان الاهلي هيقابل الفيصلي الاردني وناس كتير طبعا الاهلاويه ما سكتتش ودخلت على السوشيال ميديا اللي هو في ثأر ما بين الاهلي وما بين الفيصلي الاردني. ولكن في الاخر كلنا اشقاء عرب وكل التقدير والاحترام طبعا لاخواتنا في الاردن. في الاخر هي بطوله وديه ولكن الاهلي دايما لما بيخش بطوله او بينافس على بطوله سواء وديه او رسميه بتبقى بالنسبه له هي واحده. يعني هي بطوله في الاخر هتخش دولاب النادي الاهلي فلازم نركز ولازم يعني ان شاء الله المكسب. تعال نشوف بقى السوشيال ميديا كان موجود عليها ايه ونبتدي كده مع تويتر ونشوف تويتر كان عليه ايه. واحتل الاهلي المركز الاول كاكثر فرق البطوله العربيه استحواذ على الكره في الجوله الثالثه وللمره الثانيه على التوالي وده بنسبه يعني 71% في حين احتل المركز الثاني والثالث الترجي التونسي والعهد اللبناني. كمان نشرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية التشكيل المثالي للبطولة العربية وتواجد في التشكيل ثنائي الأهلي حسام غالي ورامي ربيعة. كمان نشرت الصفحة الرسمية للبطولة العربية على تويتر أرقام خاصة للعيب الأهلي من الجولة الثالثة. شهدت الأرقام احتلال الأهلي المركز الأول كأكثر الفرق تمريرا ب 549 تمريرة فيما جاء الترجي في المركز الثاني ب 478 تمريرة وأخيرا كان العهد اللبناني ب 462 تمريرة. صالح جمعه بقى معلم وسط الاهلي احتل المركز الاول كاكثر لاعب صناعه للفرص في الجوله الثالثه وده بخمس تمريرات. وقالت صفحه البطوله العربيه ان صالح جمعه بيواصل تقديم عروض جيده عشان طبعا ياتي على راس قائمه اكثر لاعبي الجوله صناعه للفرص. أما باسم علي جناح أيمن الأهلي فاحتل المركز الثالث من أرقام الجولة الثالثة واللي استعرضتها صفحة البطولة العربية لأفضل ثلاث لاعبين في التدخلات الدفاعية الناجحة واحتل باسم المركز الثالث. أما نادي الوحدة الإماراتي فوجه الشكر لشعب مصر على صفحته الرسمية على تويتر وكتب الوحدة شكرا لشعب مصر العظيم على حفاوة وحسن الاستقبال والعلاقة الأخوية التي التمسناها. كمان التقط فريق نصر حسين داي الجزائري صور من أهرامات الجيزة وده عقب انتهاء مشاركتهم في البطولة العربية وخسارتهم من الأهلي في الجولة الثالثة بهدفين لهدف عشان طبعا يتأهل صاحب الرداء الأحمر لنصف النهائي.
بعد طبعا ما الفيصل الاردني عرف ان هو هيواجه الاهلي ان شاء الله يوم الاربعاء قبل نهائي البطوله العربيه، سلطت صفحه الفيصل الاردني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الضوء على مواجهه الاهلي في نصف نهائي البطوله العربيه، وغردت قائله: نصف نهائي البطوله العربيه ما بين الاهلي والفيصلي، بالتوفيق للزعيم. وطبعا بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله البطوله العربيه من نصيب النادي الاهلي. نروح دلوقتي لصفحة أرقام الأهلي والمهتمة دايما بتغطية أخبار القلعة الحمراء، واللي اختارت سعد سمير رجل دوري 2016-2017، وعملت الصفحة إحصائية للمدافع الدولي سعد سمير، وهي استخلاص للكرة 55 مرة واعتراض للكرة 32 مرة، أما الالتحامات الهوائية 146 مرة، ومرر الكرة بنسبة 1129 وسجل 4 أهداف. ناقص سعد سمير يطير في الجو يبقى كده زي الفل. نروح نشوف محترفينا في الخارج، ونشوف محمد النني اللي نشر صورة على حسابه بعد تتويج فريقه أرسنال بلقب كأس الإمارات الدولية الودية، وكتب النني على الصورة: أشكرك يا الله على البطولة الثانية. طبعا دي ثاني بطولة بيحصدها محمد النني مع أرسنال. تعال نشوف الفيديو بتاع تتويج النني مع أرسنال ونرجع تاني. Mertesacker, who's about to embark on his final season as a player with Arsenal before he becomes academy manager. Go on, give it a lift, Per. It's an Emirates Cup in the hands of Arsenal again. Our congratulations to them. They've squeaked home ahead of Sevilla. We hope you've enjoyed the 2 days of competition. Until the next time, from Kevin Keatings and all the team here in London, it's goodbye. حاجة حلوة طبعا ان احنا بنشوف محترفينا في الخارج بيحصدوا البطولات، يعني النني محمد صلاح طبعا قالب الدنيا مع ليفربول في المباراة الودية، تريزيجيه، يعني ناس كتير قوي، عمرو وردة، كل محترفينا في الخارج. اوزيل يمكن كان منزل كمان فيديو امبارح على الستوري عنده وهو كده بينكش يعني النني وبيندهله وعمال يقول له شعرك حلو وكلام كده، يعني عامل روح بصراحه محمد النني في ارسنال مع زمايله. كل التوفيق طبعا لمحترفينا في الخارج، وتعالوا نكمل نشوف محترفينا في الخارج نشروا ايه كمان. محمود حسن تريزيجيه نشر صوره على حسابه برضه على تويتر من تدريبات فريق قاسم باشا التركي. نروح لمحمد صلاح واللي تصدر غلاف الدعائي لنادي ليفربول الانجليزي، وده لمواجهه بايرن ميونخ الالماني طبعا، والمحدد لها غدا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطوله كاس اودي الوديه، بمشاركه طبعا ناديي اتلتيكو مدريد الاسباني ونابولي الايطالي. كده خلصنا اخبارنا على تويتر، تعالوا نروح على انستغرام ونشوف كان عليه ايه، والبدايه مع صفحه احمد الشيخ فانز اللي نشرت صوره الهداف الدوري العام من تدريبات الاهلي، وده بعد انتهاء اعارته والعوده الى صفوف المارد الاحمر من جديد. أما صفحة 74 الأهلي 1907، فتعالوا نشوف مع بعض كده نشرت إيه، ونشوف يعني نشوف هي هنت أحمد حمودي بعيد ميلاده طبعا ال 27، امبارح كان عيد ميلاد أحمد حمودي، طبعا كل سنة وأنت طيب يا حمودي، وزي ما أنتم شايفين أهي الصفحة قدامنا كتبت كل سنة وأنت طيب يا حمودي وعيد ميلاد سعيد.
تعالوا نروح لصفحة الأهلي نيوز 72 واللي نشرت صورة لسعد سمير طبعا مدافع النادي الأهلي مع هشام محمد المنتقل جديدا لصفوف النادي الأهلي، وطبعا ده عودة مرة تانية لبيته ونشرت صورة ليه من تدريبات الفريق. أما صفحة الأهلي بلايرز 72 فنشرت صورة للقناص عماد متعب من مباراته الأخيرة، وده طبعا بعد يعني الأداء العالمي اللي أداه عماد متعب ونزوله وفرحة الجماهير بعماد متعب، وكان طبعا في مباراة نصر حسين ضياء الجزائري. كتبت على الصورة أحد أفضل التبديلات في تاريخ الكرة المصرية. وصلنا دلوقتي لفقرة الفيديوهات اللي بتكون معانا في هاشتاج أهلي، والبداية مع نادي تشيلسي الإنجليزي واللي احتفل بعيد ميلاد مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي 48، ونشر بطل إنجلترا فيديو على صفحته على تويتر هنأ فيه المدير الفني للفريق. تعال نشوف الفيديو اللي نشرته صفحة تشيلسي ونرجع تاني. The word will be the wisdom of. I think my favorite word is a verb, to work. Oh, fantastic from Kante! Yeah. Three in the box. Has a button, not need any of them. He doesn't. We won 4 games in a row, but now we must continue. He's got to touch him. Hazard's put it in. It's another moment of genius. Antonio Conte's team go to the top of the Premier League table. The title, the pressure is high, but we must enjoy it. Wonderful save! And Chelsea go clear at the top of the table. 9 points clear. What a job he's doing. The gym is good, but it's important to keep our feet on the ground. 13 in a row. An incredible achievement. We worked a lot to arrive at this time to fight for the titles. Popped in by Gary Cahill. And it's another step on the road to the Premier League title. طبعا حقهم يعملوا له عيد ميلاد وحقهم يعملوا له كل حاجه، الراجل يعني محقق معاهم الدوري السنه اللي فاتت، ولكن ان شاء الله السنه الجايه مش هتكون لتشيلسي وتكون بقى من نصيب ارسنال، من نصيب ليفربول، من نصيب حد يعني حد من لاعبتنا المصريه يعني. نروح كمان لنادي مانشستر يونايتد الانجليزي، طبعا حقق فوز كبير جدا على نظيره فالارينجا النرويجي 3-0، وده في اللقاء الودي اللي جمع ما بين الفريقين. كان طبعا سجل لليونايتد فيلايني ولوكاكو وسكوت. تعالوا نشوف الاهداف ونرجع. He's done well so far. Mkhitaryan in again. Fellaini coming in. Deflected in off the defender. And United score right at the end of the first half. Fellaini with the downward header. Took a deflection. And after all that... Was that a little push there or a nudge? I send an extra. What a start to the second half. Lukaku taking less than 2 minutes of the second half. Mitchell. Martial taking the direct route here. Martial tried to play in Scott McTominay, who finds it. McTominay! Great moment for the young man. Lovely finish from Scott McTominay. Really composed. زي ما احنا شايفين يعني فرق الدوريات كلها بتستعد للموسم الجديد، بس كل اوروبا بتستعد للموسم الجديد، اصحاب ومعسكرات او بماتشات وديه او ببطولات وديه، كل الناس بتستعد واحنا بنستعد لسه لكاس مصر في دور الثمانيه. طيب كمان عرضت صفحه ليفربول الانجليزي طبعا على فيسبوك لقطه رائعه من كابتن الفريق هندرسون لما راح لمشجعين فريقه واختار طفل ما بينهم ولبسه اهداه شاره الكابتنه بتاعته. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني.
الواد بيفكرني بنفسي يا جماعه عشان كان شبهي وانا صغير متهيألي يعني. كمان نشرت صفحة فاني فوتبول فيديو لأفضل 10 ركلات جزاء، تعالوا نشوف أفضل 10 ركلات جزاء ونرجع تاني. طيب دي كانت الفيديوهات اللي موجوده معانا النهارده في هاشتاج اهلي واخبارنا على تويتر وعلى انستغرام. تعالوا نشوف نرجع لسؤال حلقه النهارده ونشوف نفتكر كده مع بعض سؤال حلقه النهارده بيقول ايه ونقرا الناس كتبت ايه. توقع طبعا نتيجه مباراه الاهلي والفيصل الاردني في نصف نهائي البطوله العربيه، هنشوف الناس توقعت ايه وهبدا مع صديقتي نغوم الكابتانو اللي كتبت كويس ان هم يقابلوا الفيصلي عشان الاهلي هيكسبوا وافتكر كلمتي والاهلي قد اي حاجه وفوق اي حد. ماشي يا نغوم. نهال ابو ليلى كتب ان شاء الله الاهلي يفوز 2-0. محمد عادل كتب عشان ياخدوا لازم نكسب عشان ناخد الثقه بدل ما تروح منهم عشان الاصابات كمان وافريقيا. مصطفى ماهر كتب ازيك كابتن ايهاب ازيك يا مصطفى، اولا الفيصلي اللي خلاه يصعد كده هو الاهلي فبلاش احنا جايين نلعب على البطوله والكلام فاضي ده، وان شاء الله الاهلي هيكسب البطوله. ايه محمد كتب ان شاء الله الاهلي هيفوز 3-1 ويتاهل لنهائي وهيكسب البطوله ان شاء الله. سعد الكره المصريه حبيبي يا كابتن حبيبي يا سعد والله كنت هقول لك حبيبي يا كابتن سعد. ان شاء الله نحضر مباراه في برج العرب واوعدك انها تكون مباراه جميله من قبل الجمهور وان شاء الله الاهلي يفوز 3-1 ان شاء الله. وعمرو زكي كتب نكمل بنفس المجموعه اللي بدانا بيها، عمرو محمد توفيق ان شاء الله فوز الاهلي. معلش يا جماعه والله العظيم يعني نفسي اقرا كل الكومنتات اللي انتوا كاتبينها ولكن وقت الحلقه بتاعنا خلص، بس ان شاء الله يعني كل الناس بتتوقع ان شاء الله مكسب النادي الاهلي، كل الناس بتتمنى التوفيق للنادي الاهلي يوم الاربعاء. يعني احاول اقرا بقيه الكومنتات ان شاء الله في حلقه بكره. دايما تواصلوا معانا على السوشيال ميديا بتاعتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام على هاشتاج اهلي بالفرانكو. اشوفكم ان شاء الله بكره قبل الميعاد ده بنص ساعه. السلام عليكم.